في ضوء اهتمام الأزهر الشريفي ورعايته للموهوبين والمبدعين، كرم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل مشيخة الأزهر الشريف فريق معهد بنين ضراوي الأزهري الحاصل على المركز الأول في مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة الذي أقيم بالعاصمة التونسية. تقرير محمد حسن عز الدين. وإذا تقدم للبناية قصرا وأتى الحضارة بالصناعة عثة والعلم نزرا والبيان مثرثرا. انطلاقا من اهتمام الأزهر الشريف بتنمية ودعم الموهوبين والمبدعين والمبتكرين، كرم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف فريق معهد بنين ضراوي الإعدادي الأزهري الفائز بالمركز الأول في مسابقات الأسبوع العربي للبرمجة في الاحتفالية التي أقيمت بمقر معهد بنين ضراوي الإعدادي بأسوان. الفريق الذهبي الأزهري المكرم الذي حصل على المركز الأول على مستوى العالم العربي في المسابقات التي أقيمت بالعاصمة التونسية مؤخرا، مكون من 3 طلاب بالصف الإعدادي بمعهد ضراو التابع لمنطقة أسوان الأزهرية. الحمد لله رب العالمين، أولادنا بذلوا ما عليهم، بذلوا جهود كبيرة جدا وشرفوا الأزهر الشريف وشرفوا مصر، فحق لهم علينا أن نعمل أيضا ما يجب علينا وهو أن نحتفي بهم في مكانهم، نسعى إليهم. ويمكن هؤلاء الأولادنا اللي فازوا في هذه المسابقة، وهي مسابقة عالمية حققوا فيها المركز الأول، وكان التنصيب في تونس أسبوع البرمجة العربي الحقيقة بإشراف هيئات دولية، وحينما أراد الله سبحانه وتعالى وحققوا المركز الأول كان بفضل الله لهم الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر. يمكن قابلهم في مشيخة الأزهر، قابل المدرسة لأنه عبارة عن فريق مدرسة وثلاثة أطفال معها، قابل المدرسة ومعها طفل، فلاحظ أن هناك طفلان ليسوا موجودين، لم يسافرا إلى تونس لأن كان التنصيب في تونس، فالحقيقة وجه بأن لابد أن يكون تكريم هؤلاء في معهدهم، وبالتالي يعني ده سبب وجودي في هذا المكان اليوم، وهذا شيء يعني أنا أسعد به شخصيا. وبالمناسبة بنقل تحيات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لكل أهل أسوان ولأبنائنا الفائزين ولأسرهم، والحقيقة سعادتنا كبيرة بهم في الأزهر الشريف، وأعتقد أن هذا يعني يسعد كل محب للعلم والتعليم. وأتى الزمان عليه، أنا ابن الأزهر الحان، أنا الإسلام رباني، أنا ثم أحمد أشرف محمد لأرفع شأن أوطاني. أنا ابن الأزهر الحان، أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني. كتاب الله أحمله ولا أرضى به ثاني، درست العلم ولا دبا فقه الشرع قواني، علوم الدين والدنيا تعانقني وتهواني. فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر كان قد أشاد بالمستوى المتميز الذي ظهر عليه طلاب الأزهر خلال مشاركتهم في مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة. من المعهد الأزهري الإعدادي بضراو واحتفاليات تكريم الفريق الفائز في أسبوع البرمجيات العربية المقام بالعاصمة التونسية، كنت معكم محمد حسن عز الدين لقناة طيبة.